معكم عبد العزيز الجوزي، فرد من الاسر اللي كانت ساكنه في هذه الدار هذه اللي تهدمت. بالنسبه الخطوات اللي كانت عندنا مع السلطات دازت بكل وديه، الحمد لله تفاهمنا على كل شيء ديالنا، التعويض وافقنا عليه، وافقت عليه الاسر كامله من ناحيه ديال المحل والسكن واي حاجه. كنشكروا السي المريني والقائد ديالنا اشرف والسيد الوالي، المهم كنشكر كل السلطات على الطريقه اللي تواصلوا معنا بها، وحنا الحمد لله دابا راضيين على التعويض ديالنا، واخا بقى فينا الحي وكل شيء والفنا كل شيء هنايا في هذه الحومه ديالنا، ما بتزادينا هنايا، حنا من الناس اللي قدام من اواخر السبعينات حنا ساكنين هنايا. وبالنسبه فضلنا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ديالنا، والحمد لله كانت موافقة مع الفاميليا كاملة، كان مرضي الحمد لله، كانت بقينا مدة كنتفاوضوا مع السلطة، الحمد لله داز التواصل مزيان، كل شيء مزيان، وافقنا على كل شيء، الحمد لله حنا راضيين على كل شيء. المفوضة أنا قلت لك في الأول، قلت لك يعني المفوضة كانت مزيانة، يعني جات رجال السلطة علمونا، باشا جا والسيد القائد جات هو، كان داكشي مزيان في المستوى، يعني ما كان في الاول كانت واحد شويه التخوف، ومن بعد داكشي كان معوض، يعني الدوله ما كتعيطش ما كتضوعش ما كتضيعش ولادها، رضي الحمد لله ولله الحمد، كان داكشي مزيان. حنايا ماشي في الطريق، حنا جينا في مزرعه الواديه، جينا في مزرعه الواد باش يوسعوا الواد الحار الاتجاه ديالنا وصافي، فضلنا المصلحه العامه علينا حنايا، يعني ضحينا براسنا باش يكون شارع في مستوى ويكون داكشي مزيان.